انا معانا تقرير لاحمد ناجي، هيسمع ده حبيبي احمد ناجي حبيبي. مدحت رمضان، يا نهار ابيض على مدحت رمضان، اخف دم احلى عشره وايام جميله عشنا يمكن 9 سنين. مش عايز اقول لك يا كابتن مصطفى، يا حبيب الكل، يا حبيب قلبي، مدحت رمضان ده انت عارف ده مسخره. يعني حياتي كلها عشتها معاه، حتى بعد ما مشيت رحت الترسانة، ما لا احنا مع بعضينا، ما سبناش بعض، حواديت وحكايات وقصص وروايات ويعني مواقف، يعني انا كل ما افتكرها دلوقتي كده بموت من الضحك. يعني نروح ناكل مثلا سندوتشات في محل في العجوزة، كان معروف طبعا غير ما نقول اسمه يعني، فحاسب انا مثلا يطلع الحساب 15 جنيه فادفع 20 جنيه، فيقول للراجل خلاص 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 خلي بقى عشان، وبعدين ارجع اجيب انا حاجه منه، كل واحد يقول لي ده كابتن مدحت رمضان جه وخد الباقي، يا كابتن ناجي انت مش كنت سايبه؟ اقول له قال لك ايه؟ يقول لي لا 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 هات الباقي هات الباقي، وياخد الباقي يحطه في جيبه وانا ما اعرفش حاجه. ويقيس على كده بقى حاجات كتيره يا كابتن، يعني حاجات بقى زي دي كتير قوي 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 قوي، معاكسات وحاجات، ويعني انا في مواقف مش هقدر احكيها، هو عارف ان انا مش هقدر احكيها ولا هقدر اتكلم فيها، ان بيني وبينه وربنا بس هو اللي عارف الحاجات دي. تخيل يا كابتن مصطفى، يبقى انا لاقي هو راكب جنبي في العربيه مثلا ويقول لي انا بقى النهارده هدي لك مثلا 5 مخالفات، يا ابني ربنا يهديك، يروح بقى معاكس مثلا امناء الشرطه اللي في الاشارات، يا ابني اعمل شغلك صح، وانت مش عارف تك مخالفه، وفعلا يديني 5 مخالفات في مشوار مثلا من المانيال، احنا كنا ساكنين في المانيال لحد النادي الاهلي، اخد ال5 مخالفات. انسان فظيع، عجين، معجون بخفه الدم، معجون بالذكاء ده. دكتور، خلي بالك يا كابتن مصطفى، ده دكتور اللي جنبك ده، والله شكله ما دكتور ولا اي حاجه، انا عمري ما شفته بيذاكر ولا عمري شفته فاتح حاجه، ولا طبعا الصيدله دي حاجه صعبه جدا، يعني لازم تقعد تذاكر 24 ساعه، والله العظيم ما كان بيذاكر ولا كان بيعمل اي حاجه، بس مخه خارق، بينجح كل سنه وعمره ما في سنه قلت منه، وبقى دكتور. تخيل دكتور مدحت رمضان، دكتور انا بحبه قوي قوي قوي، اخويا وعشره عمري، وانا حاسبكم تستمتعوا بيه، لان هو يعني انسان يعني استثنائي، انسان مش عادي. انا عشت احلى سنين عمري جنبه ومعاه في بيت واحد. هو قال لي بقى كابتن احمد بس ناجي. استنى، هو قال دلوقتي انا في حاجات ما اقدرش احكيها، انت لازم تحكيها. لا انا هقول لك على الحكايه اللي احمد ناجي، احمد ناجي ده في ناس بيقولوا لي العربيات اللي انت بتشتريها كلها اوبشن جنبك، يبقى لازم احمد ناجي. احمد ناجي كان بيبقى جنبي على اليمين في اي عربيه، احنا مع بعض على طول. فكرني الموضوع بتاع عربيه مرسيدس. لا احمد ناجي بقى مره كنا في اسكندريه وكنا واخدين العربيه بتاعتي، كانت هنا، فواخدين من واحد صاحبنا عنده محل في العربيات، يعني خدنا منه عربيه، الحاج عزت عبد العال، فاخدنا منه عربيه رحنا بيها اسكندريه، وما كانتش عربيتي، فانا العربيه اللي فيها رخصه ولا معايا بطاقه ولا معايا، وجايين بالليل الساعه 11 ونص 12 داخلين على من الطريق الزراعي، داخلين على كمين، ففي كمين في شبرا، في اول شبرا الكمين ده لازم بيتعمل في الحته دي. انا داخل ولا معايا رخصه في العربيه. طب ازاي؟ ما هو ما فيش بقى، العربيه فاضيه وانا ما معيش حاجه في جيبي. ده كويس فيها موتور. ايوه فيها موتور، الموتور شغال. فانا قلت له بقول لك ايه يا احمد، الساعة 12 يا ابني بالليل واحنا داخلين البتاع، هنتصرف في ايه؟ قال له ما تقول له مدحت رمضان. قلت له وانا هقول له يعني محمود الخطيب؟ ما انا وشي مش مألوف، افرض الراجل كسفني، الراجل احرجني، الراجل مالوش في الكورة. طب انا اقول لك على حاجة احمد عشان نعدي الموقف ده، انت انزل وقف جنب اللي هو امين الشرطة والظابط كده، واول ما تشوفني بالعربية خش بمدخل ايه، ازيك يا كابتن مدحت والاهلي ومش الاهلي، لو مشيت ونفعت ربنا بارك وهنخش كده، ما نفعتش خلاص يبقى احنا هنركن جنب الراجل بقى اللي اليوم. كنت تفكيره ده ازاي؟ ما هو ملهاش حل. وعملته ايه بعد كده؟ هو وقف جنب الظابط، اول ما دخل كابتن مدحت رمضان النادي الاهلي، ازيك يا كابتن؟ بيبو هيلعب الماتش الجاي،
وسلم لي عليه قوي. فهو الناس سمعت انه بيسلم عليا والبتاع، فابتدى الراجل يجي يقول لي حضرتك كابتن مدحت رمضان؟ قلت له اه. قال لي ده انا حبيب الكابتن فتحي مبروك. قلت له اهلا وسهلا ازي حضرتك. قال لي المصابين عاملين ايه؟ قلت له كل اللعيبه الحمد لله زي الفل وبتاع. فالمهم عدت ومشيت بالعربيه، فهو احمد واقف جنبه قال لي يا كابتن انت ماشي النحال؟ قلت له لا يا حبيبي. خدته قمت سايبه جنب اللي ما انا قلت جنب الكمين. انا خفت ان انا لما اقف واعمل ما في امين شرطه لسه ما سمعش الروايه والحكايه دي. قلت امين شرطه هيجي فوقفني تاني. فقلت له لا يا ابو الكباس انا هحول يمين. وخدت بعد ساعتين ثلاثه لقيته جه بقى هناك في البيت بيخبط هيكسر بقى. قال لي يعني انا سبته ومشيت؟ ايوه ما هو انا قلت لو هستناه هيجي لي بتاع الكمين التاني هنحكي الحكايه دي ازاي؟ فخدت بعض ومشيت. قلت ايه عدينا الموقف ده. طب ده موقف تاني. الموقف اللي بيقوله كان صح. هو احمد ناجي لارج قوي يعني، ده يعني احمد ناجي في الكريم جدا. فكان احمد ناجي لما نروح بالعربيه في اي محل من المحلات مطلع الفلوس واعملها. فهو الراجل مثلا الحساب يبقى جنيه ونص، 2 جنيه مثلا، 3 جنيه، انت عارف اسعار كانت فيقوم سايب 10 جنيه. فاول ما يسيب ال 10 جنيه والبتاع وما انا اقول له ايه طب خلاص خد لي الباقي، هو كده ويقول لي باقي ايه يا عم ده الحساب جنيه ونص ولا 2 جنيه. قلت له يا اخي خليك، الراجل عارف انك انت احمد ناجي وعارف انك نجم، فخلي يعني هتعمل برستيج لنفسك. قال لي يا عم انا عامل برستيج، انا مش عارف برستيج. المهم الراجل ده انا كنت عامل حساب عنده. ما الراجل ده كان مشهور، كلنا بنروح له في العجوزه. فهو لما انا ارجع له بالليل الحساب بقى كام؟ يقول لك بقى 15 جنيه يا كابتن، عشان هو كله من تحويش احمد ناجي.